بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله رب العالمين، ده أول فيديوهات الوحدة 11، وده الفيديو الأول زي ما اتفقنا. هنخلص الكلمات كلها في الفيديو ده، وبعدين هينزل القواعد، شرح القواعد وحل تمارين القواعد في نفس اليوم، بحيث يبقى خلصنا الجزء الأولاني كله إن شاء الله رب العالمين. ركز معايا كده عشان هنطلع كل الملاحظات اللي هتقابلنا في ورقه مختلفه كده. غير كده ان انا هنزل لك الملاحظات دي على حاجتين، هنزل لك الملاحظات في ملف PDF مكتوب على الكمبيوتر زي ما انا بعمل دلوقتي كده، وهنزل لك ملاحظات برده مكتوبه بالورقه والقلم. فركز لي كده الله يكرمك عشان نبدا بسم الله كده ونقول اول سؤال. بيقول لك ماي براذر از باي لينجوال. باي لينجوال ده معناها ان الشخص ده بيتكلم لغتين. عايزك تعرف ان باي دي معناها اتنين على طول. فلو قلنا باي لينجوال يعني معناها متحدث بلغتين، معنى كده ان هي سبيكس تو لانجويجز. طيب امال امتى نستخدم او امتى نفكر يعني ان احنا نستخدم مون، نستخدم وان لانجويج؟ لو قال لك مونو يبقى ده واحد، طب لو قال لك تري يبقى ده ثلاثي، طب لو قال لك مالتي يبقى متعدد، وهنقابل ده كله في الاسئله. In some countries في بعض الدول زير ماي بي ربما يكون هناك. عند زير دي انا عايزك تقف معايا كده وتصحصح لي عشان دي مهمه. عايزك تعرف يا برنس ان كلمه زير دايما بنجيب بعدها الفيرب تو بي في اي شكل من اشكاله. فممكن اقول لك زير از يعني يوجد، او زير هاف بين او هاز بين عادي جدا، ممكن هاف او ممكن هاز على حسب الاسم اللي بعدهم مفرد ولا جمع. ممكن نقول زير ووز او زير وير عادي جدا. ممكن نعملها في الماضي التام فنقول زير هاد بين. طب انت قلت لي يا مستر ان كده كده انا معايا فيرب تو بي بعد زير، فين هو؟ اهو از. ما هو الهاف بين دي يعني عبارة عن المضارع التام من الفيرب تو بي اللي هو هاف وهاز والتصريف التالت، وكذلك هنا ده ماضي بسيط. كل ده كده مهم، ده رقم واحد. رقم اتنين ممكن كمان نقول زير شود بي. دي معناها ايه؟ معناها يجب ان يكون هناك، يجب ان يكون هناك. طيب ممكن برضو نقول زير مي بي، دي معناها بالعربي كده ربما يكون هناك، ربما يكون هناك. فعايزك تركز في حوار زير دي عشان احنا هنحتاجها كتير. طيب الجمله هنا بقى بقول لك يا سيدي، بقول لك in some countries في بعض الدول there may be ربما يكون هناك او من الممكن ان يكون هناك one a language لغه واحده ايه second يعني ثاني dominant يعني مسيطر temporary معناها مؤقت وsilent يعني صامت. فانت هنا بتقول لي ربما يكون في كل دوله لغه مسيطره which is usually the one used by the government، خصوصا اللغة اللي بيستخدمها في الحكومة هي اسمها اللغة المسيطرة. طيب بعد كده the first language اللغة الأولى learn you learn as a baby اللي انت بتتعلمها كطفل، الأول لغة انت بتتعلمها كطفل بنسميها mother tongue. فعايزك تحفظ كده mother tongue اللي هي اللغة الأم، first language اللي هي اللغة الأم، dominant language بقى معناها اللغة المسيطرة. طيب طبعا foreign language لغة أجنبية، unknown language لغة غير معروفة، second language اللغة الثانية. He is not, he is able to speak a number of languages. الراجل ده بيتكلم عددا من اللغات، يبقى ده متعدد اللغات. طيب في متعدد اللغات اللي هي multilingual، لكن bilingual دي معناها بتكلم كام لغة؟ اتنين. لو انت بتتلخبط عايزك تعرف ان mono معناها واحد، طب bi دي معناها اتنين، طب multi معناها متعدد. ما انت عارف اصلا حروف الانجليزي ايه؟ بي. فحرف البي ده تاني حرف، فالكلمة اللي بادئة باي بحرف البي يعني يبقى دي بتكلم لغتين. اربطهم مع بعض بقى بطريقتك لو انت مش فاهم دي. Knowing about your family's roots، ان معرفة عن جذور اسرتك بتساعدك انك تبني a sense of not and brings you closer to older relatives. يعني معرفتك بجذور اسرتك بيساعدك انك تبني حس الايه وانك تقترب وتتقرب من الناس الكبار في عيلتك. Horror ده اللي هو الرعب، وهيومر ده اللي هو الدعابه، او ايدنتيتي اللي هي الهويه، وكواليتي اللي هي الجوده. فانت لما تقول لي بقى انك تتعرف على اصول عيلتك فده بيبني عندك حس الهويه، يعني هويتك انت بتعود لمين في الاصل. طيب نمبر 6 بيقول لك از ذا واي ان ويتش سوسايتي ديلز ويز كالتشرال دايفرسيتي. بيقول لك هي الطريقه اللي المجتمع بيتعامل فيها مع التعدديه الثقافيه. Both at the national and community level، على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمعات المحلية الصغيرة يعني. أول واحدة كده multilingualism اللي هي التعددية اللغوية، طب multiculturalism اللي هي التعددية الثقافية. ما دام الراجل قال لك أصلا culture يبقى دي اسمها multiculturalism، ركز في دي. طيب Liverpool is an what team؟ Liverpool ده فريق إيه؟ It helps أو it has players from several nationalities. بيقول لك ان ليفربول ده فريق بيحتوي على لاعبين من جنسيات مختلفة. بما ان هو فيه لعيبة من جنسيات مختلفة ده معناها ان هو مونولينجوال احادي اللغة، ولا بايلينجوال ثنائي اللغة،
ولا لينجويستيك اللي هي لغوي، ولا مالتي كالتشرال متعدد الثقافات مع متعدد الثقافات. To not your kids. Well, عشان تعمل ايه في اطفالك بشكل كويس؟ You need enough money. محتاج فلوس. Attend دي ليها معنيين، معناها يحضر ومعناها يحضر ومعناها ايه؟ ان هو يصاحب او يرافق. يرافق، لو انت فاكر المثال اللي كنا حلناه قبل كده من كتاب اللي كان جاي في كتاب ماي فريند، كان بيقول لك ذا بريزيدنت واز اتندد باي ا جروب اوف بيبل، يعني الرئيس رافقه مجموعه من الناس. ريز دي معناها يجمع ومعناها يربي ومعناها يرفع ومعناها كمان يطرح سؤالا، احنا كتبنا الكلام ده قبل كده. لاست معناها يستمر او يدوم ومعناها اخر. طيب كونسيدر يعني يفكر فيه او يعتبر. المهم علشان تربي اطفالك فانت محتاج كميه كبيره من المال زي ما قلنا قبل كده. ريز معناها يربي هنا في السياق ده، وكلمه ريز يا برنس هتساوي كلمه برينج اب. تعال نكتبها لك كده، كلمه ريز هنا اللي معناها يربي هتساوي برينج اب لو معناها يربي. طيب عايزك تركز كمان ان كلمه برينج اباوت دي معناها يحدث. طيب بمعنى لما اقول لك مثلا تكنولوجي او كمبيوترز، كمبيوترز هاف بروت اباوت، يعني الكمبيوترات احدثت ريل تشينجز، يعني تغيرات حقيقيه ان اور لايف، يعني في حياتنا. المهم في الموضوع ده كله اللي عايزك تفهمه ان كلمه برينج اباوت هنا معناها تحدث، لكن برينج اب يعني يربي. طيب كمل بعد كده بقول لك از رايتر، ككاتب نجيب محفوظ is not to readers all over the world. ده نجيب محفوظ ده راجل ايه بالنسبه للناس كلهم في العالم كله؟ ده راجل ويل نون. ويل نون يعني معروف او مشهور. هناخد دلوقتي في القاعده isolated دي معناها منعزل، widely spoken يتم التحدث به بنطاق واسع، ويل بالانسد معناها متوازن عاطفيا، متوازن جسمانيا، المهم دي معناها متوازن. I have not belief انا عندي اعتقاد ايه في الله. convinced معناها مقتنع، مش انت عندك اعتقادك مش مقتنع، ده انت المقتنع. ايستر موست الايست اللي هو الشرق، والايستر موست اللي هو الشرقي او يعني يميل ناحيه الشرق او جهه الشرق. طيب ديب سيتد اللي معناها راسخ او ثابت، بنفيشال معناها مفيد او نافع، فانت عندك اعتقاد راسخ في الله اللي هي دي. طب انا عايز استخدم كلمه convinced، هتقول I am convinced انا مقتنع. If you are not you will find it difficult to get a good job، لو انت ايه فده صعب عليك انك تجيب شغلانه. لو انت مونولينجوال مونولينجوال معناها متحدث لغه واحده، ولا باينينجوال متحدث لغتين، ولا مالتي لينجوال متعدد اللغات، ولا مالتي كالتشرال متعدد الثقافات، مين اللي بيكون دايما صعب عليه ان هو يحصل على وظيفه؟ اللي بيتكلم لغه واحده، يبقى اف يو ار مونولينجوال. طيب بعد كده بقول لك Arabic اللغه العربيه is a not language it is the official language of most Arab countries. اللغه العربيه هي لغه ايه؟ دي اللغه الاصليه في كل الدول العربيه. تعال نشوف isolated معزول، widely spoken يعني لغة، يعني لغة يكثر التحدث بها أو لغة منتشر التحدث بها أو منتشر على نطاق واسع، والريد يعني مقروء بشكل جيد، والبالانس متوازن. فاللغة العربية بيتم التحدث بها في كل الدول العربية، معنى كده إن هي دولة أو إن هي لغة widely spoken. There is a not difference هناك اختلاف إيه في المعنى بين learn يتعلم وteach يعلم. beneficial معناها مفيد، deep seated معناها راسخ، clear cut يعني واضح، convinced معناها مقتنع. فأكيد في اختلاف واضح بين الكلمتين دول، احنا دايما نقول في هناك اختلاف واضح. انوت دايت كيپس يو هيلثي اند انرجيتك، النظام الغذائي او الرجيم الايه بيخليك صحيح البدن، اكيد الرجيم المتوازن، المتوازن اللي هو البالانسد. فعشان كده قلت لك ما تحفظش البالانسد بمعنى متوازن عاطفيا بس، ممكن عاطفيا، ممكن الرجيم المتوازن، ممكن المعامله المتوازنه كده يعني. وات ار ذا نوت ذات جيف ذا ايجيبشنز ا يونيك ايدنتيتي، يونيك دي معناها فريد. ايه ما هي الايه التي تعطي المصريين هويه مميزه؟ كوانتيتيز دي معناها كميات، كميات. طب كاركترز اللي هي الشخصيات، ودي معناها الرموز برضو لما نستخدمها في كلمه السر مثلا، الرموز بتاعت كلمه السر. كاركترستكس اللي هي الخصائص، ديميريتس معناها العيوب. فانت بتقول لي ما هي المميزات التي تعطي المجتمع المصري هويه مميزه. There are 16 other not spoken round the country. For example in Nubia people speak Nubian. في حوالي 16 ايه اخرى بيتم التحدث بها في الدوله على بعضها. على سبيل المثال الناس في النوبه بيتكلموا اللكنه النوبيه، يبقى انت عايز تقول هناك لكنات النوبيه والشرقويه والقاهري والجيزي او الجيزاوي يعني، والريفي والحضري والمعرفش
البدوي، كل دي اسمها دايلكتس. يعني ايه لك دايلكتس؟ يعني لكنات. سيمبل دي معناها رمز. طب اكسنت، اكسنت اللي هي الاكسنت، الاكسنت دي طريقه الكلام اللي الدوله كلها بتتكلم بيها. لكن دايلكت طريقه الكلام اللي بيتكلموا بيها في بلد معينه او في عيله معينه او في مجتمع صغير معين. كود اللي هو الكود طبعا. النوبيه اند نايل فالي، في النوبه وفي وادي النيل، يو ويل سي مونيومنتس، هتشوف الاثار، ذات نوت فيمس فيروز لايك خوفو، معرفش مين كده. بقول لك في النوبه وفي وادي النيل انت هتشوف الاثار التي تخلد ذكرى الفراعنه زي خوفو من الناس دي. كالتيفيت يعني يؤثر، لا كالتيفيت مش كابتيفيت. كالتيفيت معناها يحصد او يجمع يعني محصول. ايراديكيت معناها يقضي على او يجتز، دي ممكن نستخدم بدل منها ابروت اللي برضو معناها يقضي على او يجتز. ممكن كمان جيت ريد اوف يقضي على او يجتز. طب كوميونيكيت يعني يتواصل ومعناها ينقل او يوصل. يوزنج كريدت كاردز از اوف جريت، بقول لك استخدام الكريدت كارد ده ذات ايه كبيره للزبائن والبائعين، اكيد ذات بنفيت اوف جريت بنفيت، يعني معناها انه مهم جدا او ذات فائده كبيره. ممكن تقول نفس القصه يوزنج كريدت كاردز از بني فشل، يعني ايه بنفيشال؟ معناها مفيد. ركز، استخدام الكارد ده مفيد او اوف جريت يعني ذات بنفيت فائده. ايدنتيتي هويه، ماجوريتي يعني اغلبيه، وما تنساش ان في بقى عكسها الماي نوريتي اللي هي الاقليه. مالتي كالتشراليزم اللي هي التعدديه الثقافيه، يعني معناها المجتمع عايش فيه ناس من كذا دوله. ذا كوين هاز جولدن كراون، الملكه كان لها تاج ذهبي، كفرد ويز نوت جوولز، مغطى بالمجوهرات البريشس. يعني ايه بريشس؟ الثمينه. Official يعني رسمي ومعناها موظف، Limited يعني محدد أو محدود، Dominant يعني مسيطر. The police are responsible، ركز إن قالك the police are عشان police ده اسم جمع، responsible for the security of all the not of the city، بقولك إن البوليس بيكون مسؤول عن أمن كل الإيه اللي في المدينة. Tongues اللي هي الألسنة، Inhabitants اللي هم السكان، Sociolinguists اللي هو بيهتم بعلم اللغات الاجتماعي أو علم اللغة الاجتماعي، يعني بيدرس المجتمع واللغات اللي بيتكلموها الناس. dialects اللي هو اللكنات. يبقى انت كده عندك inhabitants بمعنى ان البوليس مسؤول عن تأمين او امن كل المواطنين او السكان اللي في المدينة. the course I have not has helped me listen and speak، بقول لك ان الكورس اللي انا حضرته ساعدني ان اتكلم معرفش ايه كده. attended طبعا ان حضرت، raise يعني يربي يعني يجمع يعني يطرح سؤالا، lasted يعني استمر او دام، considered يعني اعتبر بره اللعبة. 22 Egypt regularly holds an international knot for youth، مصر دايما بتعقد ايه دولي للشباب. funeral دي جنازة، minority الأقلية، forum ده منتدى، function دي وظيفة. بس ركز كلمة function دي مش زي job، كلمة job job معناها وظيفة شخص. على سبيل المثال مثلا نقول teacher كده يعني دي job، carpenter نجار دي برضو job وprofession وكده يعني. لكن كلمة function function دي وظيفة عضو مثلا في جسم الإنسان. على سبيل المثال أقول لك the function of heart، وظيفة القلب، is to pump blood. يعني وظيفة القلب هو أن يضخ الدم، فكلمة function معناها وظيفة عضو من أعضاء جسم الإنسان. this statue التمثال ده is not to be about 3500 years old، التمثال ده يقدر عمره ب 3500 سنة. represent يمثل، estimate يقدر، endangered معناها معرض للخطر، benefited يعني استفاد او انتفع، يبقى estimated. وهنا بقى انت ممكن تعجن الدنيا في بعضها وتلخبط بين كلمة estimate اللي معناها يقدر وبين appreciate برضو اللي معناها يقدر. ركز لي كده، الفرق ان كلمة estimate يعني يقدر عدد حاجة معينة، لكن appreciate يقدر اللي معناها يشكر. على سبيل المثال لما اقول لك you should always عليك دائما نقط your father's role in your life، in your life هنا عليك ان تقدر دور ابيك في حياتك، بمعنى انك تشكر ابوك، فدي اسمها ايه هنا؟ appreciate يعني يقدر. طب رقم اتنين لما اقول لك مثلا you should not have much money you need before opening مثلا a new or starting a new project،
يبقى هنا هنقول استيميت. يجب عليك ان تقدر عدد الفلوس او عدد الجنيهات يعني انت محتاجها. طبعا الفلوس ديت اسم لا يعرف، عشان كده قلنا هاو ماتش يعني، بس بمعنى تقدر عدد او كميه الشيء اللي انت محتاجه. طيب ارجع بقى كده يا باشا للجمله. A sociable person، الشخص الاجتماعي، finds it difficult to be not from others، الشخص الاجتماعي بيجد انه من الصعب ان هو يكون ايه من الاخرين، اكيد isolated يعني يكون منعزلا. طيب قلنا isolated معناها منعزل او معزول، endangered معرض للخطر، unique يعني فريد او مميز، او temporary معناها مؤقت. To not the environment is it is a must stop cutting down rainforests، بقول لك علشان نعمل ايه في البيئه فاحنا لابد ان احنا نتوقف عن قطع الاشجار. survive دي معناها يبقى حيا على قيد الحياه يعني. locate معناها يحدد مكان او يحدد موضع. preserve معناها يحفظ، والكلمه دي برضو معناها يحنط زي ما خدناها قبل كده او هناخدها قدام، well preserved اللي هو محنط بشكل جيد خدناها دي. tour يعني تجول. اذا بقى انت بتقول حضرتك انك انت علشان تحفظ البيئه فانت لازم تتوقف عن قطع الاشجار. cut down معناها يقطع. we are not by what you say it is not logical، الكلام انت بتقوله ده يا ابني مش منطق، فاحنا لسنا مقتنعين. convinced we are not convinced، لسنا مقتنعين او قانعين بما تقول. clear cut معناها واضح او قاطع، لما اقول لك clear cut evidence يعني دليل قاطع او واضح. deep seated معناها راسخ او ثابت، انا عندي اعتقاد راسخ يبقى deep seated belief. beneficial دي معناها مفيد، ودي adjective الفعل منها كلمة benefit اللي هو يستفيد او يفيد الverb. Arabic is not language of Egypt، اللغة العربية هي اللغة الايه في مصر؟ اكيد اللغة الاولى، ممكن نقول the first language، ممكن كمان نقول the dominant language يعني اللغة المسيطرة في مصر. limited محدود. official معناها رسمي. precious يعني ثمين، ثمين يعني ذات قيمة، خد بالك دي غير fat اللي معناها سمين، ده متختخ باكل كتير فنقول على الفات سمين بالسين، لكن دي الثمين يعني ذات قيمة وثمن يعني. 28 as not I study the way language، بص بقولك انا بدرس الطريقة اللي اللغة is affected by differences in class origin وكده اللي هو المجتمع يعني. يبقى ده راجل بدرس علم النفس الاجتماعي اللي هو اسمه ايه؟ dialect زي ما قلنا لكنة، وقلنا كمان sociolinguist اللي هو عالم النفس الاجتماعي، inhabitant اللي هو الساكن الشخص اللي بيقطن او يسكن في مكان معين، tongue ده لسان او اللسان يعني اسمه tongue. I haven't decided yet انا لم اقرر بعد. I am still not my opinion انا ما زلت بعمل ايه في ارائي. هنشوف attend يعني يحضر او يرافق، raise يعني يربي يعني يجمع، raise معناها يطرح سؤال، lasting يعني يدوم او يستمر، considering معناها ما زال يفكر في، يبقى كلمة consider معناها يفكر في. أنا ما زلت أفكر في رأيي فلم أقرر بعد. sadly only a small not قال لك إيه؟ a small يعني صغيرة، فمش هينفع نقول أغلبية صغيرة، أكيد a small minority يعني أقلية قليلة أو صغيرة من الناس. funeral دي اللي هي الجنازة، forum ده المنتدى، وfunction وظيفة عضو من أعضاء جسم الإنسان أو وظيفة حاجة في المكنة مثلا في الماكينة اللي أنت شغال عليها كده يعني. المعاصر is not as high quality educational book يعني المعاصر ده ايه ككتاب ذات جودة عالية. classified معناها يصنف زي كلمة ranked بالظبط، معناها يصنف يعني. endangered معرض للخطر. toured معناها تجولة. represented معناها مثلة. كلمة endangered دي عايز اقولك على ملحوظة فيها من ساعتها، بس كل شوية تيجي فخلينا اقولها لك بقى، اكتبها لك هنا كده. بص معايا كلمة in to be to be in then جرد دي بالظبط to be in danger دي معناها ايه؟ معناها ان يكون معرض للخطر يعني انك تبقى معرض للخطر. امال كلمة in danger كفعل كده، دي الاتنين دول عبارة عن adjective زي ما انت واخد بالك، ان تكون معرضا للخطر، معرض للخطر بصفة، لكن كلمة in danger دي معناها يعرض للخطر. يبقى لما اقول لك don't endanger yourself ده معناها يا باشا don't put yourself in وبعدين danger ان تضع نفسك في خطر، دي معناها ان يضع نفسه في خطر. ركز لي كده تاني لما اقول لك الكلام ده بس بطريقه تانية مختلفه، عايزك تفهم انك لما تقول to be ان يكون in danger معرض للخطر، to be in danger ان يكون في خطر. طيب امال in danger لوحدها كده ده فعل معناه يعرض للخطر، طب put شخص او شيء ايا كان يعني in danger يعني يضع نفسه، يضع شخصا، يضع اي حاجه في خطر.
Egypt's not to solve the problem was successful. الايه اللي مصر اتبعتها يعني علشان تحل المشكله كانت ناجحه. كلمه فيجر دي لها معاني كتير، اولهم كلمه فيجر عايزك تحفظ معناها رسم بياني، او مش معناها رسم بياني، معناها احصائيه، احصائيه. وكمان كلمه فيجر معناها شخص مهم، وهي كشخص مهم هتساوي كلمه ايه اللي خدناها قبل كده بيلر، عايزك تربط بين المنهج على بعضه كده عشان المنهج ده كتله. يبقى كلمه فيجر على سبيل المثال ممكن اقول لك في جمله مثلا، وخليني اكتبها لك هنا عشان احنا برضو مش عايزين نفبرك. كلمه فيجر دي، فيجر لها معنيين، معناها هتساوي يعني كلمه بيلر بمعنى شخص مهم في المجتمع او ركن يعني في المجتمع، وكلمه كلمه فيجر برضو زي ما قلنا معناها احصائيات. على سبيل المثال لما تيجي في جمله مثلا تقول لي figures show that، الاحصائيات تبين ان smokers die every minute مثلا، الاحصائيات تبين ان المدخنين يموتون في كل لحظه. لكن لما نقول مثلا you are a public biller يعني انت شخصيه عامه، او public figure فانت شخصيه عامه. ارجع بقى يا باشا للجمله تاني، بقول لك 33 بقى، بقول لك luckily everyone on the bus not the accident، من حسن الحظ ان كل الناس اللي كانوا في الباص نجوا من الحادث. survived دي معناها نجوا، دي الاجابه. طب امال located معناها حدد موضع. لما اقول لك مثلا في ولد ضايع، في ولد تاء، ف the police are trying to locate him، البوليس بيحاول يحدد موضعه. preserved دي معناها حفظ ومعناها حنط. toured معناها تجول. I can't help you as I have very not time، انا مش هعرف اساعدك اصل انا وقتي. dominant يعني مسيطر. limited معناها محدود يعني قليل. official رسمي. precious يعني ثمين. مش هينفع حد يقول لك ساعدني فتقول له معلش مش هساعدك اصل انا وقتي ثمين، يعني انت كده بتسيء الادب مع الراجل يعني. الطبيعي انك تقول له انا معلش وقتي محدود فمش هعرف اساعدك. after kindergarten، kindergarten دي الحضانه. primary stage not for 6 years، بعد الحضانه المرحله الابتدائيه بتستمر بتدوم لمده 6 سنوات. consider يعني يفكر فيه او يعتبر، زي كلمه think وزي كلمه regard لو انت فاكر. attend يعني يحضر ورافق. وraise يربي يجمع. وايه كمان؟ raise a question يطرح سؤالا. everyone in the not was dressed in black، كل الناس الموجوده في الايه كانوا لابسين اسود. اكيد الفانيرال اللي هي الجنازه. minority الاقليه. forum المنتدى. function اللي هي الوظيفه. when sales not rise، لما الايه بتاعت المبيعات ترتفع، التجار make a lot of money بيكسبوا فلوس كتيره. دي اسمها oices، دي معناها واحات. طب مفردها oices، دي كده واحه واحده بس، يبقى oices واحه، oices واحات. طب initiatives معناها مبادرات. events اللي هي الاحداث. طب figures اللي هي الاحصائيات. الجمله دي فكرتني بحاجه، ان كان في سؤال احنا ما حلناهوش المفروض كان هنا ده، سبحان الله يعني. Egypt's not to solve the problem was successful. Egypt's initiative اللي هي المبادرة المصرية لحل المشكلة كانت ناجحة. طبعا oasis دي ما قلنا واحة واحدة مفرد والجمع بالإي. event يعني حدث. وفجر اللي طلعتنا بره الموضوع ونسيتنا السؤال أساسا. 38 بقى، Egypt has not location، مصر ليها مكان موقع إيه؟ That's why it plays an important strategic role، عشان كانت تلعب دور استراتيجي. فمصر ليها مكان temporary مؤقت، ولا unique معناها موقع فريد، ولا endangered معرض للخطر، ولا isolated معناها منعزل. ما هو لو مصر موقعها منعزل يعني محدش هيوصلها فده مش ميزة، فانت بتقول مصر موقعها فريد. 39 I am not Luxor and Aswan with my family this winter، بقولك في الشتاء اللي جاي ده انا هعمل ايه في Luxor واسوان مع اسرتي. survive يعني يبقى على قيد الحياة. locate يعني يحدد موضع. preserve يعني يحفظ او يحنط. لكن كلمة tour معناها يتجول فيه، فانا هتجول في Luxor واسوان. cycling ركوب الدراجة is highly not to both our hills and environment، ركوب الدراجة ده بيكون ايه بشكل كبير للصحة والبيئة. in convinced معناها مقتنع. clear cut يعني واضح. deep seated يعني راسخ. beneficial معناها مفيد. ركوب الدراجات بيكون مفيد لكل من الصحة والبيئة. despite اللي معناها برغم. the long years he spent in Cairo، برغم السنوات الطويلة التي قضاها. despite دي يا شباب اخت also، بس ألزو عايزة جملة سليمة بعدها، لكن ديسبايت عايزة بعدها الفعل مضاف له ING أو اسم، ودي من الحاجات اللي مش في المنهج بس احنا هنشرحها إن شاء الله في المراجعة ما تقلقش. ديسبايت ذا لونج ييرز هي سبنت إن كايرو، برغم السنوات الطويلة اللي قضاها في القاهرة. عبد الرحمن الأبنودي always used to speak in his broad upper Egyptian،
برغم ان السنوات الطويله اللي هو قضاها في القاهره، لان عبد الرحمن الابدولي كان بيتكلم باللكنه الصعيديه يبقى دايلكت، واللكنه البدويه دايلكت برضو، طب اللهجه المصريه يبقى اكسنت. طيب طبعا ديت معناها عالم النفس الاجتماعي، وديت السكان، وديت ماوث اللي هو الفم. slow down حسين، اهدى بقى حسين، استهدى بالله بس كده. don't not the lives of your passengers، يعني لا تعمل ايه في حياة الركاب. represent يمثل، estimate يقدر عدد او كمية زي ما قلنا، classify يعني يصنف، لكن endanger يعني يعرض للخطر. ونفس الجملة ممكن اقول لك don't endanger the lives، او ممكن اقول لك برضو don't put the lives of your passengers ان دينجر، يعني لا تضع حياة الركاب في خطر. طيب رقم 43، my parents live in a remote knot in the western desert، يعني ابويا وامي عايشين في ايه، بعيده في الصحراء. فجر معناها زي ما قلنا احصائيه، ومعناها رمز اللي هو يعني يعني شخص مهم، يعني ايفنت يعني حدث، انيشيتيف مبادره، وايسز يعني واحه. فالناس دول عايشين في واحه بعيده في الصحراء. This problem is only not. It will be solved and soon everything will be okay. المشكلة دي بتكون ايه؟ بس ده هي هتحل بسرعة. مشكلة معزولة ولا معرضة للخطر ولا مشكلة فريدة ولا مشكلة مؤقتة؟ أكيد مشكلة مؤقتة، فهنحلها بسرعة ما تقلقش. We are trying to not the source of the gas smell. احنا بنحاول ان احنا نعمل ايه في مصدر ريحة الغاز، ان احنا نحدد مكانها. تور يتجول، represent يعني يمثل، locate يعني يحدد مكان، survive يعني يبقى على قيد الحياة. طيب 46، would you kindly tell me what the knot of this button is؟ لو سمحت ممكن تقول لي ما هي جنازة هذا الزر، الزر ولا أقلية هذا الزر ولا منتدى هذا الزر ولا function اللي هي وظيفة هذا الزر، وظيفة. طيب I don't speak for، خد بالك من كلمة speak for و speak to دي عشان هنحتاجها. عايزك تعرف ان speak to، او خلينا نقول فور الاول، وسبيك تو، سبيك تو اخت سبيك ويز، الاثنين دول معناهم ايه؟ يتحدث مع، لكن سبيك فور معناها يتحدث نيابه عن، يعني ينوب او يمثل حد، يعني اخت ريبريزنت على فكره يعني. فانت هنا بتقول لي انا يا عم ما بتكلمش نيابه عن حد، انا بمثل نفسي بس، يبقى اي ريبريزنت ماي سيلف اونلي. طيب كلاسيفاي طبعا يصنف، زي كلمه رانك زي ما اتفقنا. اندنجر يعرض للخطر، اخت بوت ان دينجر، استيميت يقدر عدد او كميه او كده، اخ عكس او على اختلاف يعني مع ابريشيت اللي معناه يقدر يشكر. ذا وورلد كاب فاينلز، نهايات كاس العالم، ووز، خد بالك ازاي فاينلز وتقول ووز، ايوه ما هو اصل وورلد كاب فاينلز نهايات كاس العالم ده حدث مفرد يعني. ووز ذا موست امبورتنت سبورتنج، يعني كانت اكثر الاحداث الرياضيه شهره، يبقى ايفنت، مش محتاجين نكمل الباقي. وين سمثينج از نوت ات از فاميليار to a lot of people، لما يكون الحاجة ايه، ده معناها ان هي معروفة بالنسبة لناس كتير، ده معناها ان هي well known، معروفة او مشهورة، اكيد هي دي. deep seated راسخة، clear cut يعني واضحة، unknown يعني غير معروف. الحاجة ال well known المعروفة اللي better known يعني، ده معناها ان هي familiar. طيب 50 بقى to not is to help a child grow up، انك تساعد الطفل ان هو يكبر، دي معناها انك تربيه. فحضرتك هتحط لي raise او هتحط لي مكانها برينج اب، اي واحده من الاثنين، فانت كده هتاخد لي مين؟ ادريز. اي امال ايه اروز وارايز ورايز؟ دي شرحتهم قبل كده في ورق الوحده تقريبا الثالثه لو انت فاكر. رايز دي معناها تشرق الشمس مثلا، ومعناها ينهض، كان قاعد واقف في مكانه. وكلمه رايز كمان معناها يستيقظ من النوم، يستيقظ من النوم. ومعناها يزداد، لما نقول برايسز بيجان تو رايز، بدات الاسعار تزداد. طيب ارايز، أرايز دي معناها ينشأ أو يظهر. many problems began to arise، بدأت المشاكل تظهر. طب أروز معناها يثير، لما أقول لك don't arouse my feelings، لا تثير مشاعري أو لا تثير مشاعري يعني. طيب your not is who you are، معناها أنت مين كشخص، يبقى دي هويتك اللي اسمها identity. identity اللي هي الهوية، على فكرة اسمها هوية مش هوية. second language اللغة التانية، mother tongue اللغة الأولى اللي هي first language أو native language، ability اللي هي القدرة. someone who is not is able to speak a number، بتكلم عدد من اللغات، يبقى ده multilingual. أمال إيه multicultural؟ متعدد الثقافات. bilingual بتكلم لغتين، monolingual آخر واحدة غلبان. a person
who is not is sensible and doesn't allow strong emotions to control their behavior. بقول لك الشخص اللي بيكون ايه معناها ان هو عاقل وما بيخليش المشاعر تتحكم فيه، معنى كده الراجل ده well balanced متوازن. باي لينجوال بتكلم لغتين، مالتي بتكلم كذا لغه، مالتي كالتشرال متعدد الثقافات. انا عارف ان الكلام ده هترجم لنا بس بنعيد تاني علشان انت تسمع ولما يجي الكلام على مسامعك تحفظ. means including people with many different customs، ناس عندهم عادات واعتقادات وتقاليد وثقافات، يبقى ده معناها مالتي كالتشرال يعني متعدد الثقافات. 55 the adjective A means strong معناها قوي and is very difficult to change، قوي ويصعب تغييره، ده معنى كده ان الشيخ ده الشيء ده راسخ او ثابت. well known معروف، deep seated يعني راسخ او ثابت، clear cut يعني واضح، elaborate معناها معقد. وبالمناسبه كلمه elaborate دي كفعل معناها يشرح او يوضح. you're not the first language you learn as a baby، اول لغه بتعلمها كطفل اللغه الام اللي احنا بنقول عليها mother tongue. ability قدره، identity الهويه، second language اللغه الثانيه زي الانجليزي عندك كده هو second language. something هو الانجليزي second language بالنسبه لك طبعا. something that is not is more important or noticeable. noticeable فاكرها اخت remarkable اللي معناهم ملحوظ، يعني بقول لك الشيء اللي بيكون ايه معناها ان هو مهم جدا وملحوظ. dominant يعني مسيطر، clear cut يعني واضح، deep seated معناها راسخ، well known يعني معروف. الحاجه اللي بتكون مهمه جدا وملحوظه جدا، خد بالك وقال لك مهمه ونوتسابل ملحوظه، يبقى ده الشيء المسيطر. طيب في ملحوظه بقى ممكن تقولها لي، طب ما احنا ممكن نقول كلير كات يا مستر، ما هو كلير كات يعني واضح بمعنى نوتسابل، اه بس مش معناها مهم، زي مثلا مشكله منتشره في المجتمع، المشكله دي ملحوظه بس ما هيش مهمه. طيب المهم عايز تعرف ان الشيء اللي هو دوميننت مسيطر معناها ان ده شيء مهم وملحوظ ذات قيمه. يعني someone who is not is able to speak two languages well، بتكلم كام لغه؟ اتنين. تاني حرف في الانجليزي هو حرف البي، يبقى انا عايز كلمه bilingual اللي هي دي. طيب 59 when a piece of information is not it is easy to understand or be certain about، لما يكون في معلومه ايه معناها انك انت المعلومه دي بالنسبه لك سهله انك تفهمها وانك انت متاكد منها. well known معروف، deep seated راسخ، clear cut معناها انه واضح. لما يكون في معلومه واضحه ده معناه انك سهل تفهمها، ما الكلام واضح فهتفهمها بسهوله. ادخل بعد كده يا باشا على التست الاولاني. اول واحده you need to not your attention، انك انت محتاج تعمل لفت انتباهك، perform يعني يؤدي، raise يرفع او يربي او زي ما قلنا يجمع او معناه يطرح سؤال، bring لو قلنا bring up يعني يربي، لو قلنا bring about يعني يحدث، طلب focus يركز. والجمله بقى يجب عليك ان تركز اهتمامك على ما يقوله معلمك. كلمة فوكس دي اخت concentration، concentration ده معناها كده تركيز، لكن لو انت استخدمت كلمة فوكس كفيرب هتساوي كلمة concentrate كفيرب برضو. you can earn more money by not business، انت ممكن تكسب فلوس كتير عن طريق ان تقوم بعمل بيزنس اسمها do business، الكلام ده انت حافظه. we are not a multicultural festival، مهرجانا متعدد الثقافات، يبقى احنا بنخطط لمهرجان وبنعقد مهرجان بس مفيش تيك، يبقى هنا A and B. ممكن اقول لك احنا بنعقد مهرجان او بنخطط لعمل مهرجان، فالاتنين دول صح. رقم 4 you can love leave now، ممكن تمشي دلوقتي يا ميس ساره، the tasks you have not are enough for today، المهام اللي انت قمتي بها يؤدي مهمه، احنا ممكن نقول do a task، ممكن نقول do a task، ممكن نقول perform a task ودو اتاسك وكاري اوت اتاسك، بس خد بالك كاري اوت ها مش كاري اون، كاري اوت ينفذ لكن كاري اون يستمر. it will not a bit more time if you take this narrow road، بقول لك لو انت مشيت من هذا الشارع او الطريق الضيق فالموضوع سوف ياخذ وقتا اقل، سوف ياخذ وقتا يبقى تيك، شكرا يعني الموضوع محلول. 6 the terrible accident not place، الحادثه حدثت او حصلت يعني يحدث، اسمها تيك بليس، ادي توك بليس about midnight، الحادثة حصلت تقريبا في منتصف الليل. it's not an easy task to not a child، ليست مهمة سهلة انك انت تربي طفل. يربي يعني ايه بقى؟ raise يعني يربي، و bring up يعني يربي، مفيش up يبقى مفيش bring، perform يؤدي، فانت خدت لي raise. give her the time to not the reasons for her sudden decision، هولك اعطيها وقتا لكي تقدم اسبابا لقرارها الذي اتخذته. do وتيك وتور ما لهمش علاقه بالديسيجن،
انت لما تقول لي introduce reasons معناها يقدم اسبابا او يقدم مبررات. يعني 10 the benefit technology not are greater are greater، يعني بقول لك ان المنافع او الفوائد التي جلبتها التكنولوجيا، يجلب يعني برينك اللي هي دي. رقم 10 I look forward to، بيجي بعدها الفعل مضاف له ing، الراجل حط لك الاربع افعال ing عشان ترتاح، بس هو يقول لك look forward to the whole world، العالم كله، فانا بتطلع الى اني الف العالم كله، يبقى touring the whole world. بعد كده الميني تيست الثانيه برنس my mother raised three، raised يعني ربت ثلاث اطفال on her own بنفسها. كلمه raise يعني يربي، بتساوي مين؟ bring up اللي هي دي، وده الماضي منها اللي هو brought up. اللي بعديها this device is well known، هذا الجهاز يعني معروف to farmers، معروف بالنسبة للفلاحين. ده معناه ال compound adjective، الصفة المركبة. يعني ايه صفة مركبة؟ هناخدها في القاعدة ما تقلقش. كلمة well known هنا بتساوي popular، معروف أو مشهور، طبعا unknown يعني غير معروف، غير معروف، و obscure يعني غير برضو معروف، يبقى انت كده عندك popular بس. This is deep seated situation، انه موقف راسخ او ثابت. كلمة deep seated في الجملة دي عكسها الشيء الراسخ، معناها ان هو ثابت دائم، عكسه المؤقت. طب permanent معناها معناها permanent يعني دائم. طب deep rooted برضو معناها دائم او راسخ. طب temporary معناها مؤقت، وانت بتقول في الجملة هو عايز عكس الشيء الثابت الشيء المؤقت، يبقى temporary. أربعة the dominant male، dominant المسيطر، male اللي هو الذكر، الذكر المسيطر يحمي القطيع. كلمة المسيطر هنا ممكن نحط مكانها انت عايز كلمة مسيطر، secondary معناها ثانوي، طب controlled دي معناها مسيطر عليه، طب controlling معناها مسيطر أو متحكم. طيب الراجل في الجملة بقى بيقول لك ان الذكر المسيطر، فانت عايز كلمه بمعنى مسيطر او متحكم، يبقى كنترولينج. طيب لما اقول لك ان عمر ده المدير، يعني هو اللي دوميننت مسيطر، معنى كده ان هو كنترولينج مسيطر، الباقيين كلهم كنترول يعني مسيطر عليهم، محكومين يعني. your mother tongue is your not language، المذر تانج اللغه الام، هي يعني معنى كده ان هي اللغه الاولى. احنا ممكن نقول فيرست، لو ما لقيناش فيرست في اختيارات نختار له نيتف، ما هو نيتف وفيرست نفس المعنى. المينا تيست التالت يا باشا بيقول لك ذا اوفيسر اسكد مي تو شو ماي، هنيجي هنا بقى عايزك تقف معايا وقفه صغيره كده عشان يحتاج دي ايدنتيفيكيشن دي او التعرف، هو كان كاتبهم هنا كمان عشان ما نروحش بعيد نفضل نكتب ايدنتيتي اللي هي الهويه البطاقه الشخصيه يعني اللي اختصارها اي دي. طب ايدنتيفيكيشن الاي دي اللي هو اثبات شخصيتك اللي هو الورقه الشخص الورقه اللي مكتوب فيها اسمك وانت منين وكده. ايدنتيفيكيشن دي تحديد الهويه او التعرف على الشخص يعني. طيب تيجي هنا بقى بقول لك البوليس طلب مني اني اظهر له بطاقتي. ايدنتيفيكيشن هنا معناها هويتي، ايوه صح. ايدنتيتي اللي هي الهويه برضو، الاي دي اختصار للاثنين يعني كده اي بي ان سي. طب ايم تراينج تو نوت هو، انا اريد ان احاول ان انا احاول ان اتعرف على، ايدنتيفاي يتعرف على. طب ايدنتيتي هويه، ودي برضو اللي هي بطاقة الهوية أو الهوية اللي هي بطاقة يعني. identifiable معناها متعرف علي، أنت بقى بتقول أنا بحاول إني أتعرف على، يبقى identify اللي هي رقم إيه. تلاتة I am trying to know، أنا بحاول أعرف الهوية بتاعة الشخص. identify ده فعل بمعنى أتعرف على، identity اللي هي الهوية بتاعة الشخص، identifiable دي معناها متعرف عليه، يبقى الإجابة كده أصبحت دي، وأنت عايز تقول أنا ما أريد أن أتعرف على الهوية بتاعت الشخص. أربعة مستر أيمنز ideas، أفكار المستر أيمنز have، عايزة بعدها past participle، the whole team، أفكار مستر أيمن سيطرت على العالم كله. dominate يعني يسيطر، dominated سيطرة، ده المضارع وده الماضي. dominance اللي هو السيطرة، dominating معناها مسيطر. a company إحنا كشركة إحنا بنحاول ان احنا نحصل على الورلد ماركت دومينيشن، يعني ايه؟ بنحاول نحقق السيطره في سوق العمل، يبقى وورلد ماركت دومينيشن معناها السيطره في سوق العمل. لسه معانا كمان في ميني تيست، 2 ميني تيست. طيب رقم 4 ايجيبت هاز ريتش هيستوري، مصر لها تاريخ غني. ويتش نوت باك، الذي يعود تاريخه الى، يعود تاريخه الى اسمها ديت باك، ديت باك يعني يعود تاريخه الى، يبقى انت عندك ديتس.
if Arabic is your mother tongue، لو انت اللغة العربية دي هي المذر تانج، اللغة الأولى بتاعتك، ده معناها إن الإنجليزي هو الفيرست لانجويج ولا النيتيف لانجويج ولا سكند لانجويج. بص الراجل بيقول لك إن المذر تانج هي اللغة العربية، حلو؟ أي يبقى اللغة التانية بقى الإنجليزي ده إيه؟ يبقى الإنجليزي ده سكند لانجويج. عايزك تعرف إن مذر تانج هي فيرست لانجويج، هي نيتيف تانج، نفس المعاني. طيب اللي بعد كده، this device is made not three main parts، بيقول لك ان هذا الجهاز يتكون من 3 عناصر رئيسيه. كلمه بارت يعني، طيب وانت حفظت في الايديمز ان كلمه ميد اب اوف معناها يتكون من او مكون من، اي يتشكل من، وهكذا يعني. نمبر 4، stick not your diet، stick يعني معناها عصا، معناها عصا اللي هي العصايه يعني، ومعناها يلتزم بيه، ومعناها يلصق، يلزق حاجه مثلا مقطوعه. المهم ستيك تو دي معناها يلتزم بيه، فانا بقول لك التزم بالرجيم الغذائي بتاعك لو انت مش عايز تزداد في الوزن. بوت اون ويت بتساوي جين ويت، الاثنين دول معناهم يزداد في الوزن او يكسب وزن. طيب نمبر 5، بقول لك when something is at risk، لما يكون حاجه في خطر، ده معناها ان it is، ان هي بتكون in danger و endangered برضو يبقى كده A and B. امال ايه dangerous؟ dangerous دي معناها هي اللي خطيره، ده هي كده متعلم عليها، بقول لك هي في خطر. طيب بعد كده رقم 6، I learn English a second language، انا بتعلم اللغه الانجليزيه كلغه انسانيه، اي حاجه بتترجمها في الانجليزي ك اعرف ان هي as. The Great Pyramid dates back as not as كذا، بقول لك ان الهرم الاكبر بيعود تاريخه الى ما ابعد من يعني القرن ال 26 century بي القرن 26 قبل الميلاد. المصطلح اسمه ديت باك از فور از، يعني يعود تاريخه الى، يبقى ناخد هنا فور. طيب رقم 8 بقى يا باشا، بقول لك انترنس الدخول از ليميتد تو، معناها مقتصر على، محدد على، محدود بالنسبه لي اعضاء النادي فقط، محدش يدخل غيرهم يعني. ايجيبت از ان ارابيك نوت نيشن، ارابيك speaking معناها متحدث باللغة العربية، فانت هتقول لي Arabic speaking nation، لكن Arabic اللغة العربية is spoken يتحدث بها، انت تقول مصر بتكون دولة متحدثة باللغة العربية، يبقى is Arabic speaking country او nation يعني. tourists like it if you speak to them their first language، بقول لك السياح بيحبوا انك انت تكلمهم بلغتهم الام، بلغتهم الام يبقى in their first language. اصلا انت بتاخد speak in Arabic, speak in English, speak in دايما مع اللغات. الميتست الخامس، when a person is bilingual، bilingual يعني بتكلم لغتين، يبقى هنا اختار له 2، امال لو 3 او more يعني ده معناها ان هو multilingual. The word health، كلمة health اللي هي الصحة يعني، is monosyllabus، هو كلمة mono زي ما اتفقنا معناها واحد، ده معنى كده انا بتكلم بتكون من مقطع واحد، mono يبقى واحد، حوار فكسان. طيب when a society is multicultural، لما المجتمع يكون multicultural متعدد الثقافات، ده معناها ان هو فيه كم ثقافة، more than one، امال اللي فيه واحدة بنسميه mono عشان في حاجة احنا عملناها غلط قبل كده، 2 بنسميها by، طب 3 بنسميها تري، طب الاكتر بنسميها مالتي، يبقى مالتي كالتشر. I wonder how they could not three children on such a low income او salary، بيقول لك انا بستغرب هم ازاي عارفين يربوا يعني 3 اطفال بالمرتب ده، يربي يعني رايز، سوري ريز، امسح دي خالص ده غلط، كلمه ريز اللي هي رقم ايه، وكان ينفع زي ما انت عارف bring three children up كان معناها يربي 3 أطفال. I haven't expected him to not so early because he went to bed، أنا ما كنتش عامل حسابي أبدا، ما كنتش متوقع أن هو يستيقظ مبكرا جدا، يستيقظ يعني رايز. تعال نسترجع تاني سريعا كده، ريز معناها يربي، ومعناها يجمع، لو معناها يربي هتساوي bring up، لو معناها يجمع هتساوي collect together، ريز معناها يرفع اللي بتساوي كلمة put up، put your hand up ارفع ايدك بتساوي raise your hand، اخر واحده ريز ا كويستشن معناها يطرح سؤالا. طيب امال ايه، احنا قلنا رايز معناها يستيقظ من النوم، ومعناها ينهض كان قاعد مثلا وقف، ومعناها تشرق الشمس، فول يعني يقع، ودروب معناها يسقط او يوقع. اعتقد ان دي كان اخر حاجه فعلا. الفيديو التالي اللي بعد كده ان شاء الله حضرتك هيكون عندك فيديو شرح القاعده لقاعده الصفات المركبه،
وهيكون بعدها بقى فيديو الحل. دول هما الاتنين هينزلوا في نفس الوقت. هنروح بعد كده على الجزء التاني هو الدرس التالت والرابع، مش عايزين نفبرك الوحدة دي لان هي محورية شوية. ده التالت والرابع، هنزل فيديو كلمات، فيديو الكلمات، وهنزل فيديو شرح القاعدة اللي هي ضمائر الوصل والحل عليها، ده جزء. وبعدين عندك قاعدة تانية بتاعت سو ساتش والناس دي والحل عليها برضو. الناس دي كلها كده تنزل في نفس اليوم. طبعا فيديو الكلمات ده صغير مش كبير، ودول برضو هيكون بس فيهم المزعج شوية شرح القاعدة، بس ان شاء الله هيعدوا في نفس اليوم، ويبقى احنا كده هنكون خلصنا الوحدة، ما عادش فيها غير جزء صغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.